حياكم الله. فيما يبدو أنه تاريخ يعيد نفسه، توجت القمة العربية التي ضيفتها تونس الأحد الماضي أعمالها بتصدير لائين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ولا قبول بالقدس عاصمة لإسرائيل. لائان تحاكي لائات العرب الثلاث الشهيرة لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف التي صدرت عن قمة الخرطوم بعد نكسة حزيران في عام 1967. وبالرغم من الضعف الذي يعيشه العرب اليوم والذي قد يكون غير مسبوق، فإن ثمة من يرى أن قمة تونس جمعت القادة العرب على موقف موحد من قضيتين مهمتين، القدس والجولان. فهل يمكن لهاتين القضيتين مصحوبتين بالتحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية أن تبعث الروح في العمل العربي المشترك؟ أهلا بكم في حديث العرب. في 30 انعقدت القمة العربية بتونس وعلى جدول أعمالها نحو 20 بندا يتصدرها ملف القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي بشأن الجولان السوري. تأتي هذه القمة وسط ملابسات وتحديات غير مسبوقة، ما يخلق تشاؤما لدى الشارع العربي في أن تلقى قراراتها مصير سابقاتها ولا تتمخض عن واقع ملموس على الأرض. وتخللت القمة العربية دعوات لتجاوز الخلافات والأزمات التي تشهدها المنطقة، والذي أكد تلك الخلافات عدم حضور العديد من قادة الدول العربية لاجتماع القمة. كما استأثر ملف الجولان خطابات غالبية المتحدثين رافضين قرار ترامب الأخير ومصرين على اعتبار الهضبة أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. البيان الختامي للقمة أشار إلى رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وكذلك على مركزية القضية الفلسطينية للعرب، وأنه من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحا للتدخلات الخارجية. فيما أكد البيان على رفض قرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وكلفت القمة وزراء الخارجية العرب بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان القرار الأمريكي. الجامعة العربية بقراراتها التي تضمنها البيان الختامي للقمة تجد نفسها أمام اختبار حقيقي وسط تحديات كبيرة وعقب سنوات من الفشل والقرارات والتوصيات التي لم تطبق على أرض الواقع، واتهامات لها بأن قممها تحولت إلى مجرد اجتماعات بروتوكولية. ينضم إلينا الأستاذ عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، ومن إسطنبول الأستاذ إدريس ربوح الباحث السياسي. كما ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم محمد خليفة الباحث في الشؤون العربية والدولية. أهلا بالجمع الكريم، حفظ الألقاب. لو ذهبت إلى إسطنبول أستاذ إدريس، كيف يمكن النظر أو كيف جاءت القمة العربية بمخرجاتها ببيانها الختامي إذا ما وضعناها في سياق تفاعلات داخلية داخل الدول العربية وسياق تفاعلات الإقليمية والدولية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن القمة العربية حافظت على الحد الأدنى من الصمود العربي إن صح التعبير، بمعنى أنها لم تتورط في أي شيء يفرط بالحقوق المشروعة للأمة العربية سواء في فلسطين أو في سوريا، والمقصود القدس والجولان، وبالتالي هي حافظت على الحد الأدنى المطلوب، بمعنى أنها لم تعطي أي تفويض لجهة دولية بأنها تتمادى في انتهاك الحقوق العربية. هذا من ناحية، كذلك أنها من ناحية ثانية لم تقطع الطريق أمام الأجيال القادمة في موضوع القدس والجولان، وهذا يعتبر مكسب للجامعة العربية، حتى وإن كانت هذه الجامعة قراراتها لم أو تنفيذ قراراتها لم تكن في المستوى المطلوب. كان من المفروض أن تكون المطالب أو القرارات ترقى إلى سحب المبادرة العربية مع دولة الكيان الصهيوني، لكن على الأقل نقول ونحن نعرف ضعف العمل العربي المشترك وضعف دوله والتمزق الذي تعيشه الدول العربية، وكذلك الظروف التي تعيشها كثير من الدول العربية الرئيسية والتي تعيش حروب أهلية ومشاكل داخلية. نعتبر أن الحد يعني الأدنى يعني من القمة القمة بمخرجاتها أستاذ إدريس، يعني هل لامست حاجات المنطقة الحقيقية، حاجات المنطقة العربية في هذه المرحلة بالذات؟
نعم، عندما على الأقل نصل إلى مستوى نقاوم المشروع الصهيوني الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ونرفض أي تفريط بالأراضي العربية في الجولان، ونرفض أي تفريط بالقدس الشريف يعتبر أنها لامس الواقع، يعني بمعنى أنها لم تفرط في أي جزء من الحقوق العربية المشروعة، بمعنى المجتمع الدولي هذا يرى بأن العرب متفقون على كلمة واحدة في هذا الموضوع، بمعنى أنها لم تفرط في الحقوق الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية السورية، وكان ينسحب الأمر على حقوق لبنان لو أثيرت الموضوع، لكن يعني مزارع شبعة وكذلك بقية القضايا العربية. إذن أعتقد أن العرب ما زالوا على هذا المستوى وعلى هذا الحد الأدنى من التضامن العربي مع قضايا الأمة العربية وخاصة الأراضي المغتصبة من طرف الكيان الصهيوني. طيب دكتور، يعني البيان الختامي حمل لاعين مهمين، لا للقدس عاصمة لإسرائيل ولا للجولان السوري المحتل تحت الإدارة الإسرائيلية. هل هذين اللاعين يبعثا يعني يشيا بأن هناك محاولة من قبل القادة العرب على القول للخارج بأننا ما زلنا هنا وبأن ما زال لدينا موقف ما؟ طيب، دعني أولا أذهب بعيدا عن الصديق العزيز ربوح، أقول أن نحن أمام بيان جميل باللغة العربية وبيان يعني خطابي، لأن علينا أن نأخذ الموضوع من زاوية أخرى. لم يتجرأ ترامب على نقل السفارة إلى القدس ولا أن يعمل وعد بلفور جديد، وعد ترامب بالجولان، إذا لم يكن هذا الهيكل ضعيف وفي الإنعاش. يعني إذا كان هذا الهيكل الإقليمي قويا ويترجم لآته بياناته منذ 45، لما تجرأ الرئيس الأمريكي ونقل السفارة إلى القدس ثم قام بإعطاء وعد بالفور جديد بالجولان. اثنين، عندما تناقش البيان الختامي ستلاحظ أن كل قضايا المنطقة لا تتبع الجامعة العربية، سوريا بالأمم المتحدة، ليبيا، اليمن، كله تنادي المجتمع الدولي. طبعا لست متشائما، ولكن أقول أن إذا استمر هذا الهيكل الإقليمي العربي على هذه الشاكلة سيكون مجرد صرف لميزانيات ومجرد إحباط فجوة بين الشعوب والحكام. هذه الفجوة ستنفجر في ثورات جماهيرية شابة خاصة، وأن المجتمع العربي 70% منه من الشباب. المتابع البيان ستلاحظ هناك تقريبا 20 مفردة تتحدث عن الإرهاب، هناك كل القضايا المصيرية خارج سيطرة هذا الإقليم. الأخطر من كل هذا أنه قرارات جامعة الدول العربية قرارات غير ملزمة، وداخل هذا الكيان العروبي هناك تكتلات بينية، بمعنى أن هناك صراع داخل هذه المنظومة بين الدول، وهذا التحالف لن ينعكس على مستوى العمل العربي، لأن هناك صراعات، هناك مواقف، تكتلات داخلية. هذا يصبح المخرج مخرج ناتج عن صراعات ومواقف معيقة، ولا ينتج عن تطلعات عربية. لذلك في اللاءات الجديدة لن تترجم، خاصة وأنه لدينا حديث أن هناك حوار غير مباشر مع بعض البلدان وإسرائيل، هناك مشروع منطقة الشرق الأوسط الجديد، هناك القضايا المصيرية يعني العربية كلها خارج نطاق الجامعة، سوريا، اليمن، نحن الآن ممثلين الأمم المتحدة في المنطقة العربية بالكامل، يعني كل قضايانا العربية خارج هذا الجسم. هذا خطير، لم نجد حتى يعني مسألة أو معيق، ليس لهذا الجهاز أو الإقليم أي مكسب. حتى الأمين العام دوره يعود يعني دوره كمحرك مثل دور الأمين العام لعصبة الأمم، يعني فاقد إداري. ثم معك من 1950 يعني اتفاق الدفاع مشترك لم تترجم، من 1950 لم تترجم اتفاق الدفاع مشترك، في 7 سطور فقط حدثتهم، 7 أسطر أنا حاسبها تقريبا 7 أسطر تحدثت عن في البيان كامل، 7 أسطر بالتدقيق تحكي على التعاون الاقتصادي، وهو حتى تكتلا اقتصاديا يعني الحد الأدنى لهذه الأمة لا يوجد. نحن الآن أمام يعني تحديات كبيرة، هم تحدثوا وهذا في إدراك للتحديات، لكن لا يترجم هذا الإدراك، يتحدثوا عن التحول في العلاقة الدولية وخطره على العمل الإقليمي. الآن مثلا لو فكرنا لو سمحت جيدا كذا، هذه الهيكل هذا يعني عضو المؤتمر الإسلامي،
عضو الاتحاد الافريقي. يعني انت قادر تلعب داخل مجموعه من التكتلات الاقليميه والدوليه، قادر. عندك اتحاد المغرب العربي لم يترجم، مجلس التعاون الخليجي تشظى، وهيكل داخله صراعات بينيه. نحن بحاجه الى وقفه جاده، إعادة تشكيل ميثاق أمم، يعني ميثاق جديد، وترجمت الجملة. أنت قلت أن هناك إدراك من قبل القادة العرب لطبيعة التحديات، لكن ثمة من يرى رأيا آخر يقول بأنه ليس هناك إدراك لحقيقة المشكلة التي أريد أن أسأل عنها محمد خليفة في ستوكهولم. أستاذ محمد، يعني الكثير من البنود، ثمة من رفع إلى 20 بند، يعني كلها كانت حاضرة على قائمة الاجتماع. الملف أساسي من هذه الملفات كان غائبا، وهو ملف الحراك الشعبي، الانتفاضات الحاصلة داخل الدول العربية. هذه الانتفاضات بما تمثله من تهديد وجودي لهذه الأنظمة غابت عن قمة تونس. بما يمكن تفسير هذا الغياب؟ يمكن تفسيره أولا بنية الجامعة العربية كمؤسسة كمنظمة نشأت في عصر كان مفهوم الدولة فيه مفهوم السيادة المطلقة. الآن العصر تغير. عندما وضع النظام الداخلي ميثاق الجامعة العربية، ممنوع يمنع على الجامعة العربية ويمنع على الدول العربية التدخل في الشؤون الداخلية. الانتفاضات التي نراها الآن هي شؤون داخلية تعتبر أو في نظر الحكام وفي نظر القادة العرب. ولذلك لا يحق لمؤتمر القمة أو للجامعة العربية حتى التدخل فيها. حصل استثناءات من هذا المفهوم أو المبدأ اللي عملت عليه الجامعة العربية، حصل استثناءات قليلة جدا، منها الانتفاضة السورية أو الثورة السورية سنة 2011 عندما تدخلت الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة بسبب الدماء التي سالت، وصدر قرار بطرد ممثل النظام السوري من الجامعة. هذه حالات استثنائية وحصل أخرى، يعني أمثلة أخرى لا الأصل. لكن معذرة أستاذ محمد، يعني أنت تقول إن بنية أو الهيكل التأسيسي للجامعة العربية لا يسمح بتدخل هذه الدول بشؤونها الداخلية، لكن أنت تفترض الآن أن ثمة احتراما كاملا لهذه لهيكلية تأسيس الجامعة العربية. يعني هم مثلا يمكن أن يسمح مثلا بتدخل روسيا، بتدخل أمريكا، بتدخل دول غير عربية في المنطقة العربية ولا يتدخلون في شؤون الدول العربية؟ هلا هذا بالتراضي، هذا يجب أن يتم تغيير بنية الجامعة العربية وتغيير النظام والميثاق وآليات العمل. هذا كله يحتاج، نحن مجتمعون ومتفقون على أن الجامعة العربية تعيش أزمة مؤسسية، أزمة بنيوية، والعالم العربي، آليات العمل العربي أيضا تعاني من قصور ومن تخلف ومن هذا متفقين عليه. الجامعة العربية كلها بحاجة لتحديث، لإصلاح، لتجديد، لتغيير المفاهيم وتغيير الأدوات والأساليب، هذا متفقين عليه. لكن نحن الآن نقيم هذه القمة في هذه اللحظة، حتى الآن لم يتم أي عمل جدي لإصلاح ما ذكرناه. إلى أي مدى تلحظ أن هناك وعيا من قبل القادة العرب بضرورة إصلاح الهيكلية الداخلية لجامعة الدول العربية استدراكا للأخطار المحدقة بالأنظمة هذه أو حتى بالدول العربية؟ أنا أعتقد أن القادة العرب والجامعة العربية كلهم يعرفون ويسمعون. ومن المفارقات أو من المصادفات الإيجابية أن القمة عقدت في تونس، على الميمنة كانت الجزائر، وعلى الميسرة السودان. يعني إذا ما سمعوها عبر الإعلام سمعوها حتى بالأذن المجردة، يعني أصوات الشعب الجزائري كانت تملأ عنان الفضاء، وأصوات الشعب السوداني والحراك السوداني أيضا وصلت وكانت مسموعة. وقبلها الثورات الانتفاضات التي حصلت في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي في العراق وفي غزة وفي لبنان وفي حتى في قلب الجزيرة العربية في بعض دول الخليج في الأردن، هذا كله مسموع. أنا بعتقد هو الآن هناك شعور بأنه العرب لابد أن يصلحوا من أحوالهم على كل المستويات. لكن أنا أريد يعني أكون واقعي يا أخوان، العرب الآن عرضة لهجمات وغزوات متعددة في آن واحد. إسرائيل ومن ورائها أمريكا وغير أمريكا الآن في ذروة قوتها وتمارس البلطجة على الشعب الفلسطيني وعلى الحقوق العربية.
الغزو الإيراني مجتاح 4 5 دول عربية، الاحتلال الروسي والتهديد الروسي قائم، وغيره وغيره. نحن الآن في حالة ضعف، في حالة تصدي للتهديدات الخارجية. أنا أعتقد أن القمة العربية ركزت اهتمامها الآن في هذه القمة، في هذه المرحلة، على التصدي للتهديدات والعدوانات الأجنبية الخارجية، سواء خاصة الإيرانية والإسرائيلية، ولم تتراجع ولم تتنازل. هذا أمر يسجل في هذه القمة. هذه القمة وقفت وأدت المطلوب منها، وأظهرت العرب كتلة متماسكة. هذا إنجاز في الوقت الذي تعرض فيه العرب بالتهديد. طيب يعني كيف يكون إنجازا أستاذ محمد، كيف يكون إنجازا رفضهم لقرارات ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وباعتراف القدس عاصمة لإسرائيل، ونصفهم يعطون أموالهم لترامب والنصف الآخر يمشي بإدارة ترامب، يعني كيف يستقيم هذا أن يكون إنجازا؟ أنا أقول لك يا أخي العزيز، الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي آلهة العالم السياسية، هي الدولة العظمى الكبرى، هي الإمبراطورية الكبرى في دول العالم. لا الصين بقدراتها، ولا روسيا بقدراتها، ولا الاتحاد الأوروبي بقدراته يستطيع أن يتخذ مواقف حادة. طيب، من الولايات المتحدة. هو التسليم، يعني أفهم منك، هو التسليم بمنطق القوى الأمريكي. سأعود إليك. طيب، ليس التسليم، هن ما طيب. سلموا. لكن أريد أن أسأل عن قضية مهمة أستاذ محمد لو أذنت لي. يعني اللافت أنه نصف القادة العرب تقريبا كانوا غائبين عن هذا القمة، وهذا السؤال أحيله إلى الأستاذ ربوح في إسطنبول. يعني كنا نتوقع أن يكون الحضور شبه مكتمل إن لم يكن مكتملا في هذه الظروف بالغة التعقيد وبالغة الحساسية التي تحيق بالعرب، بما تفسر كل هذا الغياب؟ هذا ليس جديدا، يعني أعتقد هذا ليس لكن جديد، الجديد الظرف الراهن الآن. نعم، هذا ليس نعم في الظرف الراهن، لكن هذا ليس جديد. لكن يكفي أن تحضر الدول العربية الرئيسية، يعني السعودية ومصر والجزائر والدول الرئيسية، وبالتالي لا يمكن أن نطلب من العرب أن يجتمعوا 100%. نحن نقاوم، قلت أن الأمة العربية تقاوم سواء بمؤسساتها الرسمية أو مؤسساتها الشعبية، بمعنى لا يمكن أن نأمل يعني اكتمال الصورة ووحدة عربية كاملة، لأننا نعيش في أسوأ مراحل العمل العربي المشترك والوضع العربي المشترك، وبالتالي يكفي أن تجتمع الدول العربية وتحاول أن تحافظ. لكن حضورهم أستاذ إدريس، حضورهم مجتمعين يقدم رسالة إما للشعوب العربية أولا ومن ثم للخارج بأن هناك كتلة عربية متحدة. يعني ربما يكون هناك تفسير إذا ما استثنينا الدواعي الصحية التي يعني منعت بعض القادة العرب من الحضور، وربما كثيرين منهم. هل ثمة أسباب أخرى لهذا الغياب في هذه المرحلة بالذات، أن الجميع ربما يكون في كفة الاستهداف؟ هو نعم، هو من المفروض أن تكون الصورة الجميلة ويجتمع جميع القادة العرب، القادة العرب في تحت قبة واحدة وفي قاعة واحدة، ويحقق رمزية وحدة العرب على الأقل على المستوى الرسمي والرمزي. لكن الذي لابد أن نحرص عليه جميعا، وأن يتواصل العمل العربي وتعقد القمة في وقتها، ويكون هناك عمل عربي مشترك في الحد الأدنى. نحن نريد أن يجتمع كل الدول 22 المشكلة لجمع الدول العربية، لكن إذا لم يتيسر هذا الأمر، على الأقل الدول الرئيسية والأساسية والتي تمثل الثقل السكاني والثقل الاقتصادي والثقل السياسي في الأمة العربية تكون حاضرة. أعتقد أن هذا هو المطلوب، وكذلك المطلوب كذلك أن نكون صامدين أمام التغطرس والغطرسة الصهيونية، صامدين أمام محاولة الهيمنة الأمريكية على المنطقة، بمعنى على الأقل اتفقنا على أن مواضيع صراعنا في إسرائيل مع الكيان الصهيوني صراع ما زال قائما، ولن نتنازل عن حقوقنا. أما بقية الأمور، تعرف ويعرف الجميع بأن الأمة العربية والدول العربية تعيش أوضاعا داخلية صعبة. أنت عندك السعودية تعيش، التي كانت في وضع جيد مقارنة بالدول العربية، تعيش أوضاع داخلية صعبة. تعرف أن الجزائر تعيش حراكا شعبي، تعرف أن مصر ما زالت تداعيات انقلاب عسكري فيها وانتكاس المسار الديمقراطي فيها. بمعنى أنت تتكلم على دول عربية في وضع
صعب. العراق ما زال يدفع ضريبة الاحتلال الأمريكي وتداعيات الاحتلال. هذا الوضع الصعب، ثم من يسأل إلى أي مدى يمكن هذا الوضع الصعب الذي يشبهه بعض المراقبين بأنه تحدي وجودي أمام هذه الأنظمة، إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذه الأنظمة مجتمعة إلى بناء أساس جديد للعمل العربي المشترك؟ نبحث هذا بعد الفاصل. هذا فاصل قصير ونعود بعده لاستئناف الحديث. أسعدكم الله مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم في الحديث عن قمة تونس في سياق عربي وإقليمي مضطرب. أذهب مباشرة إلى الاستوديو عندنا هنا. دكتور، هذه اللاءات الجديدة وهذه المواقف التي حاول العرب من خلالها أن يظهروا أنهم يعني متحدون ولو في الحد الأدنى تجاه القضايا الخطيرة التي تصيب المنطقة العربية، هل هذا يمكن أن يؤدي إلى عمل عربي مشترك أو قاعدة لبناء عمل عربي مشترك في المرحلة المقبلة انطلاقا من التحدي الوجودي الذي يستهدف الأنظمة ذاتها؟ طيب، دعني بس أعلق، وفي إطار السؤال وفي إطار تراكم ما عقلته في السابق، هو تحدث الضيف من ستوكهولم عن أن يعتبر ما يحدث في المنطقة من ثورات شعبية شانا داخليا. بالعكس، نحن نعتقد أن هناك ثورات مضادة مدعومة من بعض الدول العربية غير معلنة. الذي يحدث في سوريا حدث بفعل الصراع العربي، وهم الذين تركوا سوريا وصراعهم البيني أدى إلى أن تكون سوريا مجالا إيرانيا وروسيا. الصراع في ليبيا، مصر تدخل وفي الشؤون الداخلية الليبية وتغير مع بعض الدول الخليجية. في اليمن عندنا أيضا صراع إقليمي ومتعدد دول الخليج، وهناك صراع دولي في المنطقة. إذن هناك تدخلات في الشان الداخلي ولكن غير معلنة وتؤدي إلى نتائج كارثية. بخصوص البيان، قلت في هناك إدراك لدى القادة، ليس لدى القادة، إدراك لدى معدي البيان. أما القادة نحن في مرحلة خطرة للغاية، لأن لا يمكن لهذا الهيكل الإقليمي بهذا الميثاق وبهذه الآليات وبالتحديات الكبرى، تحديات كبرى الآن. العراق مجالا إيرانيا، بمعنى أن هنالك بوابة شرقية بحاجة إلى إعادة إعمار، إلى إعادة بناء هوية، إلى عودتها للسياق العربي، إلى دعم مهول. هذه بوابة رئيسية. السعودية تقوم بخطوات في هذا الجانب وفتحت سفارتها. المسألة تتجاوز ذلك، تتجاوز إلى عمل جبار، لأن العراق غيابها من ساحتنا ليس بالأمر الهين. بالعكس، هناك استراتيجيات كانت لإخراج العراق. اثنين، سوريا الآن عندما يعني أصبحت في مرحلة هشة تم إصدار قرار قطع الجولان. ليبيا مهددة بتشظي هويات. اليمن قابلة للتشظي إلى هويتين. هناك صراع خليجي متعدد. طيب في اليمن. يا أستاذ، بس دقيقة، معذرة، يعني أنت ما تقوله كلام صحيح، ولكن من ناحية بالمقلب الآخر، ألا يمكن لهذه التحديات الوجودية، التحديات الحقيقية، أن تدفعهم إلى عمل عربي مشترك إحساسا بالخطر؟ كل الصراعات البينية العربية، شوف، يعني أدنى شيء، يعني هل إحنا قادرين نفتح خطوات مع إسرائيل؟ يعني قادرين نفتح خط مع إسرائيل؟ مش قادر نفتح خط بين البلدان العربية والإسلامية. في البيان يتحدث عن لم يستطيع أن يوصف الخطر الاستراتيجي أو الأعداء الاستراتيجيين. هناك دولتين إسلامية، تركيا وإيران، بغض النظر عن صراعنا مع إيران. يعني أنت لديك تهديدات من دولتين مسلمتين ولديك دولة عبرية هنا، بالتالي يعني في خلل. أنت لديك الهياكل الداخلية الإقليمية كلها متشظية، مجلس التعاون الخليجي متشظي، اتحاد المغرب العربي الأمير النور، والمجالس السابقة كلها
منتهية. ميثاق الجامعة الدول العربية ميثاق لا يمكن يؤدي، لا يوجد برلمان، كلها توصيات. هم طلبوا برلمان عربي، دفاع مشترك، سوق مشتركة، لا يوجد هذا. هناك هيمنة دولة المقر على الجامعة الدول العربية، وصراعاتنا الداخلية بين البينية بين الدول نقلوها إلى المركز. أعتقد بهذا الهيكل العربي وبهذا الميثاق لا يمكن لنا أن نواجه التحديات. لابد للشعوب العربية، أنا هكذا أرى، لابد من يعني أن تأتي مطالب أخرى عربية وحراك جديد ونخبة جديدة. هذا الهيكل على حسب المعلومات أن بريطانيا لعبت دور جدا عند التأسيس، بحيث أن المد القومي في تلك الفترة لا ينعكس على البلدان العربية، ووضعت لهم هيكل لا يؤدي إلى التكامل بل يؤدي إلى إعادة إنتاج الصراعات. ولهذا نحن منذ التأسيس عام 45 حتى الآن لم تنجز هذا المنظمة الإقليمية غير البيانات فقط. وكلما دخلت البلدان العربية إلى بلد عربي لديه احتراب كلما فجرته، في السودان جنوب شمال، في سوريا الآن صراع خليجي داخل سوريا، داخل اليمن، داخل ليبيا، أين هذا العمل؟ وكل قضايانا، أعيد هذه الجملة، وكل الصراعات المنطقة بيد مجلس الأمن، أين هذا النجاح لهذا الهيكل الإقليمي؟ لكن لا يستطيعون العمل خارج مظلة مجلس الأمن في نهاية يمكن الأمر. يعمل، لكن هل هم مؤثرين؟ هذا الآن لو ما كانش في علاقات ثنائية غير معلنة بين ترامب وبعض الدول العربية لكان تجرأ هذا الرجل. يا رجل، كان في فترة سابقة رغم السلبيات كان هناك يعني كانت هناك تمديد لقانون النقل للسفارة. الآن هناك جراءة مطلقة، وسحبونا بعلم علم السياسة، سحبهم إلى أراضي أخرى محتلة، بحيث يصبح مطالبنا تتشتت بين القدس والجولان، أو نعيد الاستقرار في ليبيا، أو نقسم، نحن أمام تشظي. لذلك أعتقد أنه علينا أن نعمل كشعوب عربية ونخب عربية أن تضغط لإيجاد هيكل جديد أو إعادة هذا الهيكل، بحيث يكون هيكل للشعوب والحكومة، يكون هناك مجلس برلمان عربي، ويكون هناك سوق اقتصادي. يوجد برلمان عربي الآن، يوجد برلمان عربي. برلمان عربي؟ يعني يوجد عربي يعني لا ما أسمع به، صدق طيب. أنا أذهب إلى ستوكهولم الأستاذ محمد. يعني لابد أن نتحدث عن القيمة السياسية التي حواها البيان الختامي عندما يرفض قضية الجولان وقضية القدس. هل يمكن الحديث هنا عن قيمة سياسية ما يمكن أن نلحظها في المستقبل سواء القريب أو البعيد لهذا البيان، لهذا الموقف؟ بلا شك أبدا، هذا خطاب للعالم، الجامعة العربية والقمة العربية تخاطب العالم وتخاطب شو. لكن أولا هو لاحظ أنه كان موجود في القمة سكرتير عام الدول المتحدة، كان في وزير الخارجية للشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، كان في رئيس أو وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأفريقي. القمة خاطبت العالم والعالم كان موجود داخل القاعة، ولذلك هذا الخطاب وهذه القرارات وهذه المواقف تكتسب أهمية سياسية حقيقية على الصعيد الدولي. العالم كله يقف معك وأنت موقفك لم يتراجع. الخطوات حتى ما نبالغ وحتى ما نجلد أنفسنا يا أخوان، اللي عمله ترامب سواء بالنسبة للجولان أو بالنسبة للقدس هو أشياء رمزية لا قيمة لها، لا على على الأرض ولا على الصعيد القانوني والحقوقي. مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقول أن القدس أرض فلسطينية محتلة، والعالم الجولان أرض محتلة. ما يقول ترامب لا يعني شيئا من ناحية عملية، هو مجرد علبة هدية فارغة ما فيها شيء. طيب يعني الملاحظ أن العرب حتى يعني لم يستطيعوا أن يستفيدوا من الموقف الدولي الرافض لقرار ترامب. يبدو أن لديك مشكلة في الصوت من المصدر أستاذ محمد، سأعود إليك، لكن دعني أذهب إلى الأستاذ إدريس في إسطنبول. عندما العرب يعني يتفقون على رفض قرار ترامب سواء في القدس أو في الجولان، هل تلحظ أن هناك آليات ووسائل معينة يمكن أن يحولوا بيانهم الختامي هذا وقراراتهم الرافضة ولا أين إلى عمل مثمر إلى حد ما على الأرض؟ العمل المثمر هو العرب أولا أعتقد أنهم منسجمون مع القرارات السابقة منذ لآت الأولى لآت الخرطوم، وبالتالي لم يفرطوا في أي شبر
وللمواصلة على ذلك على مستوى مختلف المؤسسات الدولية، بمعنى على مستوى منظمة الأمم المتحدة، على مستوى المنظمة الإقليمية الصديقة كالاتحاد الإفريقي، أو المنظمات التي لا يمكن أن تقوم بأي شيء إذا تخلى العرب، بمعنى أقصد الاتحاد الأوروبي، بمعنى الاتحاد الأوروبي لا يوافق دعم الموقف العربي ولم يعترف بقرار ترامب. إذن الموقف الدولي هو مساعد للموقف العربي. إذن العرب بهذا الشكل يمكن، يعني على مستوى الشرعية الدولية وأقصد جمعية الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس الأمن، لا يمكن أن تتحول هذه قرارات العدوان الصهيو أمريكية لا يمكن تتحول إلى واقع في على الأرض، هذا من ناحية، وبالتالي العرب استطاعوا أن يصمدوا في هذا الأمر. الأمر الثاني، هذا الأمر أن يعطي للأجيال القادمة ويعطي للقادة العرب القادمين على الأقل، ويعطي القادة العرب الذين سيأتون بعد هؤلاء القادة بأنهم يمكن أن يواصلوا مسار استرداد هذه الأراضي، وبالتالي لم يغلقوا الأمر نهائيا. دائما أذكر بأن وضعنا وضع العربي صعب، وبالرغم من ذلك هذه القرارات كانت في مستوى التحديات أو أمال الأمة العربية في المحافظة على الأراضي. إذن لابد أن نأمل أن تتعافى الدول العربية الرئيسية، العراق، السعودية، مصر والجزائر، وتعود للعمل العربي المشترك، لأنها أصلا هذه الدول منشغلة بظروفها الخاصة، وبالتالي لا يمكن أن نطلب منها أكثر من ذلك، وبالتالي لابد أن نكون واقعيين. طيب أستاذ إدريس، لا يمكن أن نطلب منها أكثر مما هو حاصل، لكن يمكن أن نسأل أستاذ محمد خليفة في ستوكهولم، على اعتبار أنه يقدم مقاربة متوازنة فيما للقمة العربية وما عليها، لماذا لم يستطع القادة العرب بما لهم من ثقل دولهم، بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي في علاقاتها واستثماراتها مع الدول الأوروبية، لماذا لم يستطيعوا أن يفيدوا حتى الآن من الموقف الأوروبي الرافض لقرار ترامب؟ يا سيدي، أولا العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أريد أن أذكرك أنه قبل شهر اجتمعت يعني أو عقدت أول قمة في التاريخ أوروبية عربية، وحضر 50 رئيس دولة أوروبية وعربية، وفي هذه القمة كان الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الأول. الأوروبيون مواقفهم جيدة لفظيا وسياسيا، لكنهم عمليا لا يدعموا الحق العربي أكثر من دعم محدود بسبب ضعف السياسة العربية. لا، وهذا أمور تاريخية، في سبب تاريخي أخي العزيز. السبب التاريخي إنه أوروبا هي اللي صنعت إسرائيل، أوروبا متعاطفة مع إسرائيل، ويعني ضعيفة أمام إسرائيل، ضعيفة أوروبا كلها ضعيفة أمام إسرائيل. يعني هذا أستاذ محمد، هذا قد يكون مفهوما في مرحلة تاريخية معينة، أراد الأوروبيون بعد الحرب العالمية يعني تسفير اليهود إلى فلسطين حتى ينتهوا من مشكلة كانت تعمل تأزمات في داخل المجتمعات الأوروبية، لكن الآن تغيرت الصورة وصار الأوروبيين يمتلكون مصلحة في مقارعة الأمريكيين، التجاذب مع الأمريكيين فيما يتعلق بإسرائيل. ما زال الأمر في بدايته يا أخي العزيز، ما زال الخلاف الأوروبي الأمريكي في بدايته، وما زال الأوروبيون حتى الآن ضعفاء أمام أمريكا، ولم يتخذوا أي مواقف كبيرة ضد أمريكا. خذ إيران، مسألة إيران في خلاف حقيقي بين أمريكا وأوروبا حول الاتفاق النووي، حتى الآن الدول الأوروبية لم تتخذ موقف يعني قوي ضد الولايات المتحدة والموضوع الخروج من الاتفاق. موضوع حلف الناتو ومستقبل الناتو لم يتخذوا موقف، الخلافات الاقتصادية والتجارية لم يتخذوا موقف. حتى الآن الخلاف الأمريكي الأوروبي محدود وما زال في بدايته، لمسنا بعض أعراضه ونتائجه في قمة ميونخ، في قمة وارسو أمس، في قمة الأمن والتعاون، مؤتمر الأمن في ميونخ، وقبلها في قمة الناتو وفي قمة وارسو أو اجتماع وارسو، حصلت خلافات وظهرت خلافات، لكنها حتى الآن لم تبلغ مرحلة الصدام أو التناقض بيناتهم. طيب ما زال. طيب نحن كعرب الآن يكفي في هذه الظروف
أن يعني يكون الموقف العربي موحدا باسم القمة، باسم 20 دولة عربية. أنت تتحدث عن الغياب، الغياب هو غياب رؤساء الدول، لكن الدول كانت حاضرة، 20 دولة حضرت، كل الدول العربية حضرت ووافقت ووقعت على القرارات وعلى البيان النهائي. إذن العرب موحدون، هذا بحد ذاته إنجاز، رسالة لأمريكا ورسالة للعالم أن العرب ما زالوا متمسكين. لا تنسى أن العرب متبنين مبادرة السلام مع إسرائيل، ولا يريدوا أن يخرجوا عنها إلى الصراع والحرب، لأنه أصلاً الآن سأبني أستاذ محمد، سأبني على كلامك بأن العرب موحدون، وأسأل الأستاذ عبد الباقي شمسان، العرب موحدون يعني انتهت قمة تونس وأفضت، ماذا بعد ذلك؟ ماذا تتوقع؟ موحدين، نحن موحدين كيف يعني؟ نحن عندنا يعني كما يقولون في الديباجة تاريخ مشترك ومصير مشترك، هذا عبارة عن خطاب في البيانات. أين هذا التوحد العربي المصيري؟ حتى في الموقف حتى الآن من قضايا ترامب، من قرارات ترامب من على الأقل شوف، نحن نناقش موضوعية من 1945 هناك مجموعة بيانات لكن لا توجد سياسات ملموسة، يعني نكون واقعيين، يعني نقيم الآن إحنا نص يعني 65 عام، لا نقيم إحنا تجربة عقدية، هذه تجربة طويلة. حتى اجتماع الاتحاد الأوروبي، هل معقول من 45 2019 أول اجتماع، هل يمكن لهذا الهيكل يجتمع 5 مرات فقط مع الاتحاد الأفريقي و5 مع اللاتيني؟ ألم يستطيع هذا الهيكل أن يقيم علاقات بينية أفريقية أمريكا اللاتينية وأوروبا ويخلق نوع من التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ بالتالي أعتقد أن التوحد، إذا كان التوحد بمعنى أننا نلتقي كل عام في إحدى الدول، فلا أعتقد أن هذا يستجيب للطلبات. طيب إلى أين يسير مثلا؟ أعتقد أن إذا كان أنا أرى أن نحن في مرحلة في غاية، هناك هم يعني هناك أنا قرأت بعض التفاصيل، هناك يعني تحدثوا عن خطر هذا التحول الدولي في العلاقات الدولية على التجمعات الإقليمية، هناك حديث واضح أن منطقتنا سيعاد ترتيبها، وهنا كتاب وهنا دراسة في غاية الأهمية أمريكية صدرت 90 تقول سنعود إلى منطقة الشرق الأوسط وجودا عسكريا ملموسا بقواعدنا العسكرية بالتسعين، لأنهم خسروا الحرب، ربحوا الحرب السياسية في العهد في الحرب الباردة وخسروا اقتصاديا، يعني هناك تشكيل للمنطقة العربية من حيث يعني كل مكاسبنا في بناء الدولة الوطنية وفي المشاريع القومية مهددة. نحن الآن لدينا صراع، لم تستطيع هذه التجمع العربي أن يجد خطوط مشتركة بانتمائه الأفريقي أو انتمائه الإسلامي، لم يحدد بعد من هي خصومه، هناك الآن تعامل فردي، تعامل مع الدول أحادي، بمعنى تقام علاقات مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فردية بعيد عن هذا التكتل، وهذا يؤدي إلى مزيد من تشظي العمل العربي. ما مدى إدراك العرب لهذا التحدي؟ أعتقد أن هناك إدراك كثير، نحن في وضع خطأ، لكن الأطماع الحكام في البقاء في السلطة، عدم وجود شارع ضاغط، لأنه نصف الشعوب العربية شعوب ريعية، بمعنى يعني تتنازل عن حقوقها وعن مطالبها مقابل المال، والنصف الآخر يعيش في نظامات أمنية قمعية. الآن ما حدث في الجزائر وما حدث في السودان، الموجة الثانية من الانتفاضة الشعبية العربية، وأكد لك أن هذه الشعوب هي التي ستجبر هذا الحكام على إيجاد هيكل آخر يستجيب لها في التطلعات. يصبح ما يحدث في الجزائر والسودان ليس شأنا داخليا، شأنا عربيا، ما يصبح القدس قضية مركزية، ولا نريد لاءات، نريد يعني أن يكون لديهم أداة. الآن أنا يقول لك ندعو قراءة تقريبا مفردات كثيرة، ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، ندعو المجتمع الدولي، أنتم أين تأثيركم؟ أين النفط؟ أين المقايضات اللي تقومون بها مقابل الضغوط؟ ضاعت فلسطين 1967 نظراً لخطأ عند العرب فقهي في اللغة في القانون عندما اعتمدوا على النسخة الفرنسية وأهملوا النسخة الإنجليزية، لذلك هذه أخطاء كارثية. أنا أعتقد أننا صحيح أنه أنا لا أبو في التشاؤم، لكن أنا أدعو أن هذه الانتفاضة الشعبية 70% من الشعب العربي شباب، لن يقبل بأن يجتمعوا العام القادم ويضعون مجموعة من اللاءات الجديدة. طيب، طالما كانت إيران هي نقطة تجاذبات بين الدول العربية، إلى أي مدى نجحوا في قمة تونس إلى إنتاج مقاربة توحدهم تجاه الموقف من إيران؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل أخير.
اهلا وسهلا بكم من جديد، نحن معكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. اذهب الى الاستاذ محمد خليفه في ستوكهولم. الكثير من العرب عندهم شعور بخطر وجودي، على الاقل في دول الخليج العربي لديهم شعور بخطر وجودي تمثله ايران عليهم. هذا الخطر الوجودي هل رايته حاضرا مجمعا عليه في قمه تونس؟ تونس يعني من حيث العنوان نعم، لكن لا يكفي. انا اؤكد في هذا المجال ان هناك قصور وتقصير في التصدي للخطر الإيراني على صعيد المنطقة. كان يجب أن يكون الخطاب أقوى، كان يجب أن يكون هناك استراتيجية عربية لمواجهة النفوذ الإيراني، ليس فقط الدعوة أنه تعالوا نتعاون ونتفاهم يا أخوان. ما راح يتعاونوا ولا راح يتفاهموا. الجماعة حسموا الأمر ودخلوا عسكريا واحتلوا ما استطاعوا إليه سبيلا. نحن الآن العرب مطالبون بسياسة عربية أولا للتصدي ولتحرير الدول العربية التي احتلتها إيران، من اليمن إلى سوريا إلى العراق إلى هذا. ثانيا تحرير الأحواز يا أخي، الأحواز قضية قومية عربية بامتياز، فأرض عربية مثلها مثل فلسطين محتلة. النفوذ الإيراني حتى في الدول البعيدة، حتى في الدول الأفريقية. أنا مع الأخ اليمني اللي عم يتحدث. طبعا في هذا الجانب هناك تقصير شديد، هناك قصور، هناك يعني ما يشبه العجز، لكن أريد أن أوضح وأدخل بتفاصيل أكثر. المشكلة في العالم العربي الآن وفي الجامعة العربية وفي القمة العربية هي مصر. مصر هي الكتلة الكبرى داخل العالم العربي وداخل الوطن العربي، وهي الحاضنة والمهيمنة على الجامعة العربية. القصور والعجز والضعف والتقصير في مصر أولاً، بقية الدول يعني أنا الحقيقة أشعر بالعرفان إنه في دول الخليج، السعودية هذه على إمكاناتها، وعلى دول الخليج الأخرى الإمارات عم تتصدى للخطر الإيراني، وفي عمل جدي، في عمل استراتيجي. نعم. في مشروع نووي عند الإمارات، وفي مشروع نووي عند السعودية، وهذا موجه لإيران أولا وموجه لغير إيران ثانيا. طيب. مصر هي اللي عم بتخل بالضعف حتى داخل الساحة الأفريقية. مصر هي اللي كانت تقود العمل العربي، هي والسودان في أفريقيا. طبعا ما زالت الجزائر والمغرب وليبيا كانت عندها أدوار، لكن الدور الكبير التحرري في عصر التحرر في مرحلة جمال عبد الناصر كانت مصر. مصر بعد كام ديفيد. أستاذ محمد أرجو المعذرة، يعني الوقت قصير حتى لا يتحول الحديث إلى الحديث فقط عن مصر، وسأعود إليك إن أسعفني الوقت، لكن دعني أذهب إلى إسطنبول. أي عمل ضد أي خطر خارجي يهدد الدول العربية ينبغي أن ينطلق من شعور، من مقاربة. هل نجح العرب في إنتاج مقاربة موحدة بينهم تجاه ما يرونه أو يراه كثير منهم من الخطر الإيراني على المنطقة العربية؟ أنا أعتقد لم ينجحوا لحد الآن، لأنه هناك نوع من القبول بالدور الإيراني في بعض الدول العربية. لا بد أن لا نقفز على الحقيقة، بمعنى هناك تقارب بين الإيرانيين وبعض المكونات الساحات السياسية، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان وحتى في فلسطين، لأن الدور الإيراني يركز على دور المقاومة ودور موضوع فلسطين، وبالتالي هو يتجاوز ويراوغ الدور العربي، لأن الدور العربي ليس في المستوى المطلوب في موضوع فلسطين بهذا الشكل. خاصة أركز على نقطة المقاومة، وبالتالي الإيرانيون وجدوا الفرصة للظهور وللعمل بدور بصورة الدعم للمقاومة. بالتالي لأنه عندما يتراجع الدور العربي، عندما تتراجع السعودية وعندما تتراجع مصر في دعم المقاومة، فيظهر الإيراني بأنه هو داعم للمقاومة. هنا المشكلة، إذن ليست هناك رؤية موحدة. كذلك في الموضوع دول الخليج ليست هناك رؤية موحدة وتعاون حقيقي، وقد كشف ذلك الأزمة الخليجية، بينوا بأنهم ليسوا كتلة واحدة. لكن بالرغم من ذلك لابد أن نعترف بأن العرب ما زال الكثير من العرب يقاوم الانبثاث الإيراني في المنطقة في أكثر من موقع، ولم تنجح إيران أن تخترق جميع النسيج العربي رغم عملها الممنهج والاستراتيجي. نعم. سواء في المنطقة العربية أو في إفريقيا. طيب، المفترض أن إيران تشكل تهديدا للعرب بحسب على الأقل الرؤية الرسمية لعدد كبير من الدول العربية وخصوصا في الخليج كما هو معروف، لكن الملاحظ أن إيران أصاب
صدرت بيانا شكرت فيه أو عبرت فيه عن أن هذه القمة كانت إيجابية، بل إن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية أرجع هذه الإيجابية في القمة إلى حكمة القيادة التونسية. هل لعب التونسيون دورا في تليين الخطاب تجاه إيران في القمة؟ أعتقد أن التصريحات الإيرانية هي براغماتية، يعني لا علاقة لها بالسياسات على المستوى الواقع. إيران تشكل بغض النظر عن تحسين الخطاب مع إيران، لكن من المهم جدا أن يحسن الخطاب. نحن الآن نعاني من خطر استراتيجي إيراني. سؤالي لك عفوا دكتور، يعني هل هناك التونسيين مارسوا دورا في تليين هذا الخطاب؟ لأن هذا ينبني عليه أشياء أخرى. أكيد أنه، لكن هل لو كان هناك لين في الخطاب سيحدث تغيير عما يحدث في سوريا؟ هل دعم الحوثيين سيتأثر بهذا الخطاب؟ هناك مشكلة أكبر من هذا. هناك الآن على العرب أن يضعوا الخطر الإيراني واستراتيجية مواجهته دون الحديث عن ناتو سني، بمعنى أن تكون إسرائيل جزء من مواجهة إيران، لأن القدس تضيع. إيران ساهمت في تدمير العراق، شيء مغروف مع أيام صدام حسين، وكان هناك الطائرات تقصف من تمر على الأجواء الإيرانية. الآن هل العرب سيحاربون إيران في إطار الناتو السني؟ هذا تكلفته عالية. كيف يمكن لك أن تعيد علاقتك مع تركيا وتبحث عن خطوط حتى لا يكون لك أعداء كثيرون؟ الآن هناك عداوة مع تركيا، وهذه دولة مؤثرة في المنطقة، وعندك عداوة وبالفعل خطر، هناك خطر يعني كبير إيراني على المنطقة العربية، لابد من مواجهته بتماسك، بقوة، بضغوط دولية، على أن هذا الضعف يجرنا إلى أن نكون أدوات لإسرائيل وأمريكا لنقوم بتدمير المنطقة. الآن يطلبون إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن على حساب دول الخليج، سوف يقايضون ملفات حقوق الإنسان في اليمن مقابل أموال، أخذنا سلاح. لذلك يعني وضع استراتيجية، يعني حتى خصومك المحتملين في أوروبا، هذا في غاية الأهمية. هذه الضبابية، الحديث عن الخطر الإيراني وندخل تركيا، وبينما المسألة في غاية السهولة، خفف الأعداء وحيدهم، عليكم تفتحوا علاقات مع تركيا وأن تبحثوا عن نقاط مشتركة. هذه جزء من تاريخك، جزء من دولة مؤثرة اقتصاديا، علاقتك بها تلتقي معك مع مجموعة من الثوابت، تستطيع أن تضبط هذه الثوابت. إيران شكلت تهديد كبير، لكن أيضا عندما يكون معي جبهات تركيا وإيران وأوضاع، ونحن جسد متشظي، هناك صراعات بينية شديدة، هذا لا أعتقد سيؤدي بنا. حتى لو حسن الخطاب، إيران لا تؤمن بالخطاب. إيران ترفع الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وتقول هو مجرد شعار. بالتالي أنا لا أؤمن بالخطاب الإيراني أنه خطاب متصالح. طيب. إيران تعمل استراتيجية على الواقع وتحدث تحولات وأثرت في مشروعنا القومي، لكن على العرب أن يضعوا استراتيجية تحدد آلية المواجهة دون أن يدخلوا في تحالف سني خطير. قريبا من هذا أريد أن أسأل أستاذ محمد في ستوكهولم، إلى أين يسير الجسد العربي الرسمي السياسي في علاقته مع إيران، خصوصا إذا ما استندنا إلى كلام بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال إن للقيادة التونسية دور في إيجابية هذا البيان الختامي؟ هل يمكن القول على أن إيران يعني لديها حلف على أعلى مستوى داخل منظومة الدول العربية؟ نعم، عندها علاقات تحالفية وثيقة مع عدد من الأنظمة العربية، نذكر منها مصر، نذكر منها الجزائر، نذكر منها حتى السودان. نعم، مصر علاقاتها جيدة مع إيران، والقمة الثلاثية التي انعقدت في القاهرة قبل أسبوعين واللي حضرتها الأردن والعراق ومصر، هذا جسر للعلاقة مع إيران، هذا جسر عربي. إلى أين يسير الوضع برأيك باختصار؟ أنا رأيي مثل ما قال أحد الزملاء، يعني هو في النهاية لابد أن تتغير هذه بنية الجامعة وبنية الأنظمة العربية، مفهوم الدولة العربية. ونحن فعلا رهاننا وأملنا على الشعوب. هذه الثورات والانتفاضات التي تحصل الآن، الموجة الثانية وربما موجة ثالثة، هذه ستغير بنية الأنظمة وستتغير السياسات وستتغير الجامعة العربية. بدون هذا سيبقى مجرد إصلاحات جزئية وترقيعية. لكن قد يكون الوقت ليس في صالح العرب، باعتبار أن إيران تمارس مشروعا إحلاليا وتغييرا ديموغرافيا في كبريات الدول العربية.
نعم، هذا اللي هون الاعتماد على المقاومات المحلية. نحن في سوريا نقاتل إيران يوميا وجها لوجه وسنبقى نقاتلها، وفي العراق أيضا الآن في موجة من النقمة العارمة والمقاومة للإيرانيين على جميع الأصعدة. في اليمن هناك حرب مباشرة مع الإيرانيين في اليمن دفاعا عن عروبة اليمن وهوية المنطقة كلها. هناك في لبنان أيضا الآن مقاومة ومعارضة قوية. يعني نحن الآن اعتمادنا على المقاومات المحلية، طيب، على المقاومات الوطنية. أما على مستوى الجامعة العربية الأمر يحتاج وقت أكثر. أنا أعرف أن هناك بعض الدول العربية تعمل لإنشاء محور وعملي وفعال واستراتيجي للمواجهة مع الإيرانيين، لكن بالعمل الجماعي أنت تعمل بوتيرة الأقل سرعة. يعني أنت مضطر تلبي اعتراضات العراق واعتراضات لبنان واعتراضات غيرها. التوانسة الحقيقة ما عندهم أي علاقة مميزة مع الإيرانيين. هذا الكلام زائف من الإيرانيين ويريدوا خلق فتنة بين العرب. نحن أسسنا قبل سنة ونص أسسنا المؤتمر الشعبي العربي في تونس وصدر البيان. اجت إيران فورا احتجت عند وزارة الخارجية الإيرانية التونسية أنه كيف تسمحوا هذه الخطابات تصدر من أشكرك أستاذ محمد، معذرة أدركنا الوقت، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الدكتور الأستاذ عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، ومن اسطنبول الأستاذ إدريس ربوح الباحث السياسي، وبطبيعة الحال من ستوكهولم عبر سكايب محمد خليفة الباحث في الشؤون العربية والدولية. شكرا لكم، في رعاية الله.